بالنسبة لليوم كان البرنامج في المجلس كان يتعلق بأحكام الإعدام، وكنا نأمل أن يكون لنا كلمة، ولكن إن شاء الله سنحظى بكلمة قادمة. ما حدث في البحرين عن تنفيذ أحكام بخصوص 3 مواطنين انتزعت منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب، كانوا تحت الاختفاء القسري لمدة طويلة، لم يحصلوا على حق المحاكم وفق المعايير العادلة، ونفذ فيهم حكم الإعدام بطريقة صادمة، حتى الحقوق القانونية التي يفترض أن يحظى بها المنفذ فيه حكم الإعدام بعد الحكم الإعدام لم يحظوا بها، من ضمنها لم تسلم الجثامين لأهاليهم، لم يسمح لهم بأن يدفنوا في مسقط رأسهم، وحرموا من الكثير من الحقوق، وحتى هذا اليوم لم يحصلوا الأهالي على الوصايا التي كتبت، بما أننا في دولة إسلامية ويجب أن يكون هناك وصية تكتب قبل تنفيذ حكم الإعدام وتعطى للأهالي، لم تعطى لهم حتى هذا اليوم. وأيضا كما رأينا ورأى العالم بأن طريقة تنفيذ الإعدام كان وحشية، لم تكن رصاصة واحدة، إنما كانت هناك 4 رصاصات في الصدر، اخترقت الصدر وهشمت عظام الظهر. ومؤسف أن يتم تنفيذ أحكام إعدام لحالات أخرى، ولكن كما شهدنا بالنسبة لي من استطاع الهرب من الجحيم من سجن جو واستطاع أن يصل إلى ضفة البحر، ولكن حتى هؤلاء الأشخاص لم يسعفهم أي شيء، تم قتلهم، وحتى هؤلاء في المرحلة الثانية لم يسمحوا لهم حتى بأن يلقوا النظرة الأخيرة على جثامينهم، وكانت المحاولات كلها فاشلة بأن يحظوا لأبسط الحقوق. اليوم نحن بانتظار أو قد نشهد أيضا كارثة جديدة إنسانية بحق 2 تم تأييد حكم الإعدام، ونحن نطالب هنا ومن مجلس حقوق الإنسان أن يتم إيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء 2 حسين موسى ومحمد رمضان، لأن كما ثبت بأنه تم انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب وتعرضوا لشتى أنواع التعذيب، شهادتهم مسجلة منذ تقرير تقصي الحقائق وشهادات عند جميع منظمات حقوق الإنسان. نطالب بإيقاف حكم الإعدام بحقهم، لأن مسألة أن تكون هذه البحرين التي مساحتها لا تتجاوز 600 كيلومتر مربع أن يتم فيها تنفيذ حكم إعدام على 7 أشخاص خلال بداية هذا العام، ونسعى أن تتوقف هذه الأحكام.